السلام عليكم ورحمة الله الإخوان. فيديو جديد، لازلنا مع مزرعة بعيد. اليوم إن شاء الله غادي في هذا الفيديو، هي راه نفس اليوم، غادي نتعرفوا كيفاش المواصفات ديال البلاصة اللي بات فيها الدجاج. بعيد تحياتي لك. الله يحفظك. مرحبا. الله يحفظك. مرحبا الإخوان جميع المربين الدجاج. دجاج، لا دجاج البلدي ولا دجاج كلالات ولا حتى دجاج الفيومي. هادو دايرين الحمام السي. هادو دايرين الحمام ترابي. اجي تشوف دابا بالنسبة بالنهار بعيد. ثلاثة اشهر شحال وزن؟ هذا عن باش يكونوا الاخوان على بينة. هذاك ثلاثة اشهر. لان الاخوان يكونوا على بينة، بما ان الدجاج نيوجيرسي راه ما تقدرش تبيعو لحيم في السوق، لانه كيوزن اكثر، كيعطي اللحم اكثر من العمر ديالو. كيكون عنده مثلا 3 شهور وكيبان باقي في اللوز ديال 3 شهور وكيفوت 2 كيلو. كيقولوا راه فيه شي غش. كيقولوا رومي. فعلا. لان شوف تبارك الله الفروج قداش، هذا في اللوز قداش، هو باقي في اللوز. يعني الفروج ديال شو قداش؟ الفروج ديال نيو جيرسي تقريبا شحال تيدير في السوق ده؟ 4 كيلو ونص. لا الثمن. لا تقريبا بالتبيعي الحريفي شحال تقريبا تيوصل؟ راه كتوصل الكوبل حتى 800 درهم، 900 درهم، 700 درهم، حتى وما من تحتي. واصل للبيض. باقا تبيض. لا مازال ما بدات تبيض ولا بدات تبيض؟ بدات كتبيض. بدات كتبيض 800 درهم. تبارك الله. الله يبارك. بالنسبه بعيد قلنا هنا بنهار تيتخليهم يخرجوا هنا. كيبقاو خارجين بحال المسرح هذا عندهم. يعني الخليط فقط الخليط. يعني الخليط ممنوع شي حاجه تخرج من غير الخليط. ماشي تخرجهم الصباح مثلا؟ لا باتوا كنخليهم بحال هكا. اللي بغى يدخل يدخل بوحدهم، كيدخلوا يباتوا تما. دايرين من البلاصه فين يبيتوا. كيدخلوا بوحدهم بلا ما ندخلهم انايا. هي نقدروا نشوفوا فين. اللي جا الصر يدخل ياك. اللي جا الباب كيدخل هنايا. هاي لك الفايده واحده. اللي جا هنا كيدخل. با اياد بالنسبه للخليط شحال تقريبا عندك من نوع ديال الخليط؟ وعندي الشاي متروك، وعندي لاليغول الابيض، وعندي لاليغول الاحمر، وعندي الاندلسي الاسود، وعندي الاندلسي الازرق، وعندي الاندلسي الاحمر. تقريبا الخليط يومي بخليط هادشي. لا الخليط شحال اقل عدد خاص يكون فيه باش دابا؟ راه كاين فرق ما بين التهجين والخليط. تهجين جوج الانواع. تهجين جوج انواع، تهجين نوع مع نوع. ما نوع. اما الخليط اللي باغي الدجاج بلدي وباغي البيض يكون بيض السوق وبيض المائده، وما كيكونش واحد القطيع اللي هو مميز بالتهجين. بحال دابا هذاك لور بينتون مع الاندلسي، هذاك تهجين ما بين لور بينتون وفروج ديال الاندلسي، ولكن هذا خليط. هذا ما عنده لا مواصفات لا والو. حنا كنديروا ليه فرارج اللي هما ممتازين وكيكونوا قراب للحر. ما نقولوش حر لاننا انا ما عارفش الحر واش كاين عندنا ولا ما كاينش. المهم ما كنقولوش حر، انما كنقولوا راه ممتاز في المواصفات. اللي كيبقى يخصب هاد الدجاجات اللي مشاو لهم المواصفات باش كيعطيونا واحد الدجاج او واحد الفلوس اللي هو نقي وكيبيض بامتياز. هنا ديال لهم هاد السلوم فين كيباتوا. هاد السلوم هذا راه كيهز 150. 150 دجاجه. هاد شويه هذا يقدر يهز لك 150 حتى 200 دجاجه. شنو الفائده ديالو مثلا؟ بغينا نلقاو. هما ما كيجلسوش ما كيبغيو يباتوا هكا. ما كاينش شي فائده غير هو الدجاج ما كيبغيش. ما كيبغيش الارض، الدجاج دائما كيقلد، كيبغي يبيت فوق العواد، فوق شي حاجه. فعلا. وهنايا البيضات كيبغي الدجاج راه كاسين. تبارك الله. شي راه وحده شاده النوبه باغا تدخل تبيض، راه هنايا جوج. راه الناس دابا دابا تسنى حتى تخرج ياك. تسنى حتى ولا ما خلاتهاش تدخل. وهذه بحال دابا مشاو لها المواصفات. هذه هي اللي ذكرنا قبيله، قلنا انها كطاشه اللي فيها لا لي غورن الاندلسي، ربما هي باغا تدخل تبيض. رجلين ديال الاندلسي. ولكن البيض راه كيبيضوا بامتياز، كل شيء جاي لبلاصه باش يبيض. تقريبا الخليط اللي كانت عند الانسان عنده 200 دجاجه. شنو خاصو يدير مع الفروج؟ اللي باغي البيض بزاف راه 200. انا غادي نحسب 5 مع فروج، 6 مع فروج، خلينا من 8، من 8 ما خدامينش، 6 دجاجات مع فروج. يعني تقريبا كل 60 مع 10. شحال يقدروا يبيضوا لي مثلا هذا ديال، شحال يقدر تبيض لي في العام مثلا دجاج؟ ماشي العام، العام ما كاينش. انا ما كنديرش دراسه العام لان صعيب على الواحد اللي بحالي انا يدير دراسه ديال الدجاجه شحال تعطي في العام، انما كنقولوا النسبه المئويه. 100 دجاجه كتعطيك 70 بيضه في النهار. تبارك الله. 100 تعطيك 70 65. اني بغينا نتجاوز هذه القضيه ديال انك تبيع الكسه، بغات تبيع لي ب 4 دراهم ولا 5 دراهم ولا 3 دراهم ونص.
لا بغينا نبيعو غير للسوق، واش يقدر يسلكنا ولا لا؟ غاتسلكك لان ما غاتخليش فروج. آه ما غايكونش فروج مع الدجاج، لان الدجاج كاين استهلاك، ما غايبقاش الفروج يستهلك لك الماكله. كتاكل الدجاجه كتعطيها 100 غرام 100 غرام، وغادي دير عمليه حسابيه لراسك، لان كتاكل الدجاجه 100 غرام وكتوكل نتايا 200 دجاجه وكتاخذ 140 بيضه. هذه هنا باش دير على المبتدئ يدير عمليه حسابيه، لان الدجاجه كتاكل 100 غرام، شويه من الشعير وشويه من العف المركب. انما نصيحه للاخوان اللي بغى يعطي الشعير ولا بدا ما يسخنو ويعطيه من مور الفجر، اذا الدجاجات كما غادي يبينوا لا بدا ما يقليه، يعطي الشعير محمص يعني مقلي. علاش؟ باش كيعطي باش ما كيتشحمش الدجاجه، ما ديرش الشحمه وكتمشي منه هوايا داك الكوليسترول اللي كاين في كيمشي منه ديك الماده اللي كتشحم الدجاج. ملي كتقليه كيحيد هذيك الشحمه والدجاجه كتبدا تعطي البيض وكتعطي لها دافي من مورا صلاه الفجر، كتمشي تسخنو تصلي الفجر وتجي وكتعطي هذاك الشعير الدجاج، وفي العشيه كتعطيهم العف المركب. الله يحفظك ابو عيال، هذه تيجيها كذلك يبات. لا لا ايه. بالنسبه لبا عياد مثلا، الانسان عنده دجاج ولكن ما عارفش انه اللي كيبيض من ما كيبيضش مثلا. الفيومي كذلك داير لي فين يبيض هنا وفين يخرج. كيبيض الفيومي كيبيض بس يخرج هنا وشارج من تحت. ايه تيخرج من تحت. شارج من كيخرج. ايه شو هالاخوان؟ شارج من هنا كيخرج كيبيض وكيرجع، وهو شدو من فوق لبيت شدو. تبارك الله. اليومين بحدو بوحدو. اللهم بارك. دابا هذا ما تخليش ديال الخليط يدخل عندك. لا لا، هذا كيبقى بوحدو في يومي بوحدو. وضروري من الطريقة باش يشوف الشمس. ما يمكنش يبقى في الظل. كيبقى يتشمش هنا وياكل برا ويشرب برا. حيت كاين اللي شفت شي اخوان عندهم دجاج وجهه صفر كيخليه في الظل. دابا هنايا ها البيض ديالو، ها البيضة ملي كتكبر هي هادي ديال الفيومي. تبارك الله، الله يبارك. البيضة ملي كتكبر ديال الفيومي وهو كيبيض بامتياز، ولكن خصو يبقى عندك حتى يضرب العام وعاد يولي البيض قد هكا يكون مقبول في السوق. ولكن لا زدتي عليه بيض خليط ديال السلالات صافي كيخرج ممتاز. تبارك الله، ما كيكونش عندك شي. قلنا با عياد مثلا الانسان عنده واحد 200 دجاجة بغى يعرف شي دجاجة تقدر ما تبيضش مثلا، تكون هو دابا اللي بغى يعرف ويدير خيبة ديال ما كيبيضش، هو ملي كيجي لهنا كيشوف الدجاج اللي كيبيض كيدير ليه خيط حمر في رجليه، وملي كدوز 10 ايام كيشوف لي فيها الخيط الاحمر واللي ما فيهاش خيط احمر، اللي ما فيهاش خيط احمر بغيت نبيعها. فعلا. في اسبوع 8 ايام 10 ايام كيبان لي الدجاج، اي دجاجه لقاها في المحبيضه، حيت دابا هذا هو وقت البيض من دابا حتى الجوج. اللي يدوز 10 ايام اللي ما فيهاش الخيط شد ذبح. شد ذبيحة صافي ذبيحة. وهذا السلوم كذلك ديال الفيومي في الكيبان. تبارك الله، الله يبارك. وهذا السلوم هذا راه يعطيك 150 200 دجاج. تبارك الله، وربما راه كاينه حتى شي فائده اخرى ان ما يكونش القميله ويكون. ولكن الانسان اللي انا ما كنديرش نجاره، لان يوميا كنشطبو كل صباح كنشطبو عليه هو كيخرج يبقى هيك، ولكن كل صباح كنشطبو. كيجي الانسان اللي كيشطب من الكوري باش كتبقى النظافه وما كاينش حتى الريحه. ما كاينش الريحه. لا لا، ما كاينش الريحه، ما كاين لا بكتيريا، ما كاين لا ماء، ما كاين والو. تبارك الله، الله يبارك. لا الخدمه مزيانه والمحبيلات راه كيبينوا فيها. تبارك الله، الله يبارك. باي زينه. دابا راه غير الشبكه كافيه، انا درت ليه من السلك ولكن ربما غير الشبكه كافيه. الشبكه كافيه. راه دابا تستافد من الخبره، انا دابا ضيعت الفلوس على الخوا كيما يقول. درت ليه من السلك. الشبكه كافيه كافيه. بما ان الفيومي يعني خفيف بزاف وكيخاف بزاف، حنا مغطينه باش ما يبقاش كاع نهائيا. فعلا الله يبارك. هذا هو الفيومي الاصلي، هادو داخلين للداله لان فاتوا العام وكيبيضوا بيض كبير، وكاينين العتوبات اللي باقيين صغار. دابا ملي كتدخل البداله بعيا شحال كتريع تبدا تبيض؟ لا كتبقى تبيض، ما كتحبش تعدي انا البيض، واخا في البداله كتبيض. البداله هي كتبدا تبدل الريش ديالها. كتبدا تبدل الريش، انما كتعطيها واحد شويه ديال الفيتامين باش تقويها. وانا كنصح الاخوان اللي عنده الدجاج ديالو يدبلو ايفوميك، إذا تبني هذيك الجلبة ديال إيفوميك كتحافظ ليه على لي بكتيري اللي كاينة داخلية في الأمعاء، وكتحيد ليه الهنشة والجملة والقراد، ما كتكونش الدجاج. ها أنت استحمام ديال الدجاج. تبارك الله، الله يبارك. استحمام ديال الدجاج
هاد الشبكره ربما كتبان ليا مليحه با عياد، هادي راه كافي باش ديرها من الفوق. وي ديرها من الفوق كتقعد كلشي. الصراحه انا راه شريت هذاك السلك غير زاد عليا المصاريف. لا لا زاد